بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، معالي الوزير المستشار عدنان فنجري وزير العدل الموقر، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، نائباً عن أستاذنا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله، المنصة الموقرة، ضيوف مصر الكرام من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة من الوزراء والعلماء والمفتين والسفراء، الحضور الكريم، يسعدني ويشرفني أن أنقل لحضراتكم جميعاً تحيات معالي الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الموقر، الذي شرفني بالإنابة عن سيادته في افتتاح هذا المؤتمر، وفي أن أنقل لحضراتكم ترحيبه الحار وخالص دعمه وتمنياته لمؤتمرنا هذا بكل التوفيق. فمرحباً وأهلاً بكم ضيوفاً كراماً على أرض الكنانة مصر، وضيوفاً على قائدها الحكيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضيوفاً على شعبها العظيم وجيشها الأبي ونيلها المبارك وأزهرها الشريف. واسمحوا لي أن أوجز كلمتي في عدة نقاط. أولاً، أقول لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية، إن وزارة الأوقاف بكل قدراتها ومقدراتها وشيوخها وخطبائها وأئمتها مجندة لدعم فضيلتك ولدعم دار الإفتاء المصرية لتؤدي رسالتها السامية في خدمة شعب مصر العظيم وفي خدمة المسلمين جميعاً والإنسانية كلها، ولدعم المؤتمر الموقر الكريم حتى ينجح نجاحاً مبهراً ويحقق أقصى غاياته. ثانياً، أقول لضيوف مصر الكرام، إننا في مصر، أقصد وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية ونقابة السادة الأشراف ومشيخة الطرق الصوفية، لنصطف جميعاً صفاً واحداً وعلى قلب رجل واحد خلف بيتنا الكبير الجامع لنا جميعاً، والذي هو الأزهر الشريف. وتحت رايته وخلف إمامنا الأكبر، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الذي هو أستاذنا ورمزنا وإمامنا المعبر عنا جميعاً كمسلمين أمام العالم، والذي نكن لفضيلته منتهى الوفاء والبر والعرفان والمحبة. فيا كل ضيوف مصر، لقد تشرفنا بكم، ولكم أن تعودوا إلى دياركم بعد إقامة طيبة وأنتم على اطمئنان تام أن المؤسسة الدينية في مصر على قلب رجل واحد تقف جبلاً شامخاً تحت راية الأزهر الشريف، حتى نكون داعمين لحضراتكم في كل مؤسساتكم ودولكم وشعوبكم، نشد أزركم حتى تؤدوا رسالة الإسلام السمحة التي تملأ الدنيا علماً وأماناً ونوراً. ثالثاً، لقد وفقت دار الإفتاء المصرية في اختيار موضوع المؤتمر الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع، فهذه ثلاث كلمات تحدد إطار المؤتمر: الفتوى والأخلاق والعالم. الفتوى التي هي صنعة ومهارة وعلم وبصر بالأحكام الشرعية وكيفية تنزيلها على وقائع المكلفين. الأخلاق
التي هي ميراث النبوة، وهي نور وسمو ونبل وتزكية وأدب وسير إلى الله تعالى. العالم الذي هو متسارع متغير متناقض لاهث يطرح كل يوم تعقيدا فلسفيا وأسئلة حائرة وثورات معرفية وتكنولوجية جامحة وتأثرا وتأثيرا بسياسات العالم المحكومة بتوازنات صعبة وأبعاد اقتصادية متشابكة ومتداخلة ومعقدة. إن هدف المؤتمر أن يغترف من الأخلاق قبسا من النور والحكمة يسري إلى الفتوى وعلومها لتطفئ به نيران العالم المتسارع المتناقض اللاهث. واسمحوا لي أن أقف هنا وقفة أقول فيها: لو نهض أئمة العلم وعكفوا على حصر كل الكلام النبوي الشريف وعده وحذف مكرره لما بلغت المتون النبوية 50,000 من الأحاديث النبوية المشرفة. وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه البرهان البقاعي والإمام الجلال السيوطي، إذ قال الحافظ ابن حجر: إن الأحاديث الصحاح التي بين أظهرنا بل وغير الصحاح لو تم تتبعها من كافة الكتب لما بلغت 100,000 بلا تكرار، بل ولا 50,000. وأقول إن المتعلق من تلك الأحاديث بالفقه والأحكام الشرعية والفتوى لا يزيد على 5,000 متن. وقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله: كم أصول الأحكام؟ فقال: 500 حديث. قيل له: فكم أصول السنن؟ قال: 500. فعدد أحاديث الأحكام عنده وهو سيد المجتهدين وناصر السنة لا تزيد على 1,000 حديث، بل أقصى ما أحصاه العلماء من أحاديث الأحكام ما أفاده حجة الإسلام الغزالي في المستصفى من أن أحاديث الأحكام لا تزيد على ما في سنن أبي داود، وهي 4,000 حديث وتزيد قليلاً. فإذا أخذنا 5,000 حديث تتعلق بالفقه والأحكام، بقي لنا ما يزيد على 40,000 من الأحاديث الشريفة تتعلق كلها بالأخلاق والآداب. فترك صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام من بعده تسبح على بحر عظيم محيط من المكارم والأخلاق والشيم والشمائل التي تبني أرفع قيم الإنسانية الكاملة، والتي تتعهد بالرفق والرحمة والإنصاف والإكرام كل إنسان على وجه الأرض، حيث أرسل صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فكان من هديه الشريف عجائب الأخلاق الباهرة في معاملة الطفل وإكرام الطفولة، وفي معاملة المرأة، وفي معاملة المريض، وفي الرفق بالمديون وإنظار المعسر، وفي إكرام ذوي القدرات والحاجات الخاصة، وفي معاملة الغريب والوافد وابن السبيل، وفي إكرام الضيف، وفي الحض البليغ على إكرام اليتيم، وفي حسن معاملة الجار، وفي بر الوالدين، وفي تخصيص الأمومة بقدر زائد من الرعاية والتبجيل والتعظيم، وفي حسن جدل أهل الكتاب وعموم أهل الأديان وإنصافهم وعدم ظلمهم مع التبسم في وجوه الناس جميعا، وأن نقول للناس حسنا، وأن نتسع للخلق جميعا ونشملهم ببسط الوجه وحسن الخلق وفي الإنصاف من النفس وفي بذل السلام للعالم. بل نرى عجائب الأخلاق المحمدية على المستوى الأممي والقومي والإنساني في العدالة والإنصاف والإحسان والتنسيق والتعاون واحترام حقوق الإنسان بل حقوق الأكوان، واحترام المواثيق والوفاء بالعهد، ومحاربة الفقر والجوع، وإطفاء نيران الحروب والفتن، وإطفاء فلسفة الصراع والصدام بين الحضارات، والانتقال منها إلى تعارف الحضارات لتعارفوا، وفي إطعام الطعام حتى لا يبقى على وجه الأرض جائع،
وفي إفشاء السلام حتى لا ندع على الأرض حربا مشتعلة، وفي صلة الأرحام، لأن 8 مليار إنسان على ظهر الأرض جميعا هم أبناء آدم، فبينهم رحم يجب أن توصل. مع عجائب الأخلاق المحمدية الدافعة إلى بناء الإنسان على الإبداع والهمة والاختراع والفكر المنير والتمدن وحفظ الأوطان وتعظيم قيمة الوطن وإجلاله ورفع شأنه، وفي الاستدامة وفي حفظ حق الأجيال القادمة في الموارد، وفي تعظيم العلم والتعليم، لأن العلم هو الحل لكل أزمات البشر. هذه الأنوار والمواريث النبوية هي رسالتنا اليوم من هذا المؤتمر إلى ذلك العالم المتسارع، وهذه هي المواثيق الأخلاقية العليا التي تريد دار الإفتاء سريانها في الفتوى وعلومها ومهاراتها لإنزال السكينة والحكمة على عالم متسارع ومتصارع، وهي بعينها القيم التي نريد في وزارة الأوقاف المصرية سريانها في خطاب الأئمة والدعاة على المنابر، وهي بعينها القيم التي نريدها جميعاً كمسلمين أن تسري إلى شعوبنا وأوطاننا، ونريد لها أن تكون ميثاقاً للمؤسسات الدولية وتسري إلى سائر الطفرات التكنولوجية، وشعارنا في ذلك كله قول الله جل جلاله في حق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. رابعاً، ستظل القضية الفلسطينية قضيتنا الكبرى، وسنظل هنا في مصر داعمين لأشقائنا في فلسطين وفي حقهم في الحياة وفي رفض كل صور الظلم والقهر لهم، ونؤكد على ثوابت الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع الظلم والعدوان عن أشقائنا في فلسطين عموما وفي غزة خصوصا، وفي حق أشقائنا الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وكما ننادي بالبناء الأخلاقي في الفتوى، فإننا ننادي بالبناء الأخلاقي في السياسة الدولية، وننادي باحترام كافة المواثيق الدولية القاضية باحترام حق الشعوب في تقرير مصيرهم وفي حق شعبنا الفلسطيني في بناء دولته. خامساً وأخيراً، إذا كنا نتحدث عن البناء الأخلاقي في عالم متسارع، فلا يفوتنا أبداً ما وقع بالأمس من حدث جلل مفتقد تماماً للبناء الأخلاقي، وذلك ما وقع في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، مما أصابنا جميعاً ببالغ الأسى والاستنكار من تعرض غير لائق لمقام سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وقد أدانه الأزهر الشريف وإمامنا الأكبر، وأدانته دار الإفتاء المصرية، وأعلننا نحن في وزارة الأوقاف الإدانة البالغة لهذه الإهانة، وأدانه الحبر الأكبر البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأدان هذا الحدث مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك ورعاة الكنيسة المعمدانية الإنجيلية والأساقفة والمطارنة المصريون في أمريكا وكندا والكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، وتوالت ردود الفعل المنكرة في الرأي العام الدولي، مما دفع منظمي الأولمبياد إلى حذف الفيديو، ودفع المتحدثة باسم الأولمبياد في مؤتمر صحفي بالأمس الأحد أن تعتذر قائلة: وإذا شعر الناس بأي إساءة فنحن آسفون حقا. نعم، نحن نشعر بالإساءة، فإن الإساءة لنبي واحد من أنبياء الله عز وجل ورسله كالإساءة لهم جميعا، فالأنبياء جميعا منهج واحد وذات واحدة، كما قال سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسى بن مريم. إن الإساءة والإهانة للمسلمين والمسيحيين في مقدساتهم، بل والإساءة إلى سائر الأديان، عواقبه وخيمة،
وينسف كل جهود الاستقرار والتعايش التي نسعى إليها، ويغذي التطرف والتطرف المضاد. ولا يمكننا التقدم إلى تعارف جاد بين الحضارات في ظل الاستهانة أو الإهانة للرموز والمقدسات الدينية. وأدعو كافة القيادات الدينية في العالم انطلاقاً من هذا المؤتمر الموقر إلى حملة توعية شاملة تتعامل مع هذه الأزمات بمنتهى الرقي اللائق بقيم الأنبياء الكرام، القيم التي تطفئ نيران الفتن وتنشر في مختلف المنابر الفكرية والثقافية ووسائط التواصل والسوشيال ميديا تعريفاً صحيحاً بسيدنا محمد وبسيدنا عيسى عليهما صلوات الله وتسليماته، وبما جاءوا به من الهدى والنور والإكرام للإنسان والتجمل بالأخلاق مع المعتدي والمسيء.